ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صوت ملأ الدنيا وفن شغل الناس وتصوير إبداعي غير مسبوق للشيخ مصطفى إسماعيل. أإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض ظهور الشيخ مصطفى إسماعيل كقارئ فذ وأحد أهم المؤسسين لدولة التلاوة لم يكن أبدا مبكرا، كان على قناعة بأن القاهرة فيها ما يكفيها من الشيوخ الكبار وكان دائم التصريح بذلك. أنا قاعد كده في يوم التقيت تليفون جاني من مصر. نعم، قال لي إحنا فلان الفلاني وعايزينك في ليلة في الدودية في ليلة 40. قلت له يا عم انت عندكم في مصر ناس كويسين وناس لسه زي عم الشيخ الفتاح الشاشاعي واسمه الشيخ السيسي والشيخ رفعت. ربما كان هذا مجرد رأي لديه، لكنه كان على قناعة بقدراته الفنية الكبيرة مدفوعا بطموحه الأكبر، فما إن وصل إلى القاهرة أو مصر كما كان يقال إلا وقد جذب الأنظار وسرق الألباب. أفلم الشيخ درويش الحريري أحد علامات تاريخنا الموسيقي يضرب كفا بكف من فرط إعجابه ويهز رأسه طربا وتأثرا بهذا الوافد من قرية ميد غزال بطنطا، والتي ولد فيها في شهر ربيع الثاني عام 1323 الموافق للسابع عشر من يونيو عام 1905. وبين لحظة الميلاد ولحظة القدوم إلى العاصمة كان الشيخ مصطفى إسماعيل قد قطع زمنا من عمره قرابة 40 عاما لا نعرف عنها شيئا على وجه التحديد. قطوف غمانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أحبه الملك فاروق فكان قارئه المفضل، فخرج صوته من السراي الملكي عبر الأثير قبل أن ينضم للإذاعة والتي كان يرفض القراءة فيها لأن نصف الساعة التي تخصصها الإذاعة للقراء لم تكن كافية بالقدر الذي يسمح له أن يقرأ كما يحب، فهو يحتاج إلى ساعة على أقل تقدير. هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. نذيع على حضراتكم القرآن الكريم هنا في قصر رأس التين العامر. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. من يطير
قد أطاعوا ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويظل الرجل صاحب تاريخ حافل بالمفارقات، فقد أصبح قارئ الجامع الأزهر لـ30 عاما. كانت البداية في صيف 1947 قبل أن ينضم للإذاعة، ليمتلئ المسجد العتيق كل جمعة بالمصلين من كل حدب وصوب، يشدهم أذانه الفريد في تنوعه من مآذن الأزهر. مصطفى إسماعيل صاحب حضور طارئ وكاريزما لا تخطئها العين والأذن صوتا وصورة، وربما كان الوحيد الذي لم يعد شرطا لحضوره أن تكون ثمة مناسبة، بل أصبحت تلاوته هو الاحتفال والمناسبة، والتي قام بتسجيل الكثير منها أحد أهم عشاقه إبراهيم قاسم. أمن زحزح عن فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قطعا لم يتغير شيء بعد ثورة يوليو، فظل يتصدر المشهد، فكرمه الرئيس جمال عبد الناصر في أول عيد للعلم عام 1965 مع عبد الوهاب وأم كلثوم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أما السادات فكان مغرما به، فصاحبه كثيرا داخل مصر وخارجها، ولا سيما في زيارته التاريخية للقدس، حيث قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل في المسجد الأقصى بفلسطين. الوافدون إلى هذا المسجد الأقصى وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الذي يجلس الآن على كرسي كبير، الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو عليهم ما يتيسر له من آيات الله الكريمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ظل كذلك حتى حضر معه افتتاح مسجد البحر بدمياط يوم الجمعة ليلقى ربه بعدها بساعات في 26 من ديسمبر عام 1978، تاركا خلفه أجيالا تقلده وأخرى أسيرة لأداء عبقري يعيد التلاوة فيه مرارا دون تكرار. يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.